منها لديه رؤية جيدة جدا لتطوير مصر في الفترة القادمة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أظن الدمج بين هذه المشروعين هيكون هيحقق فائدة كبيرة جدا جدا للمصريين. نشرح للناس رقم واحد الآليات اللي تم بها اختيار الدكتور عبد المنعم مفتوح لدعمه في انتخابات الرئاسة. أنا بقول إن الآليات اللي تم داخل حزب النور يعتبر من أرقى الآليات الديمقراطية والسياسية اللي تمت في داخل أي كيان سياسي. هذا القرار كان وليدا لجهود أكثر من 3 أشهر، تم الجلوس مع كل المرشحين تقريبا، تم جلوس متعدد مع المرشحين الإسلاميين. امبارح اختتم ب3 لقاءات مهمين جدا مع الدكتور محمد مرسي والدكتور عبد المنعم فتوح والدكتور محمد سليم العوا. تم نقاش حر وتم تصويت مباشر، لم يكن هناك فاصل زمني او مكاني ما بين التصويت وما بين اعلان النتيجه اللي تمت امبارح. الاختيار تم في النهايه باغلبيه ساحقه للدكتور عبد المنعم فتوح. القرار بتاع امبارح بالذات قرار تم باليه انتخاب مباشر، لكن احنا لم يكن هناك اي تاثير ولا كنا نعرف الصندوق هيطلع ايه للناس، فما فيش لا مبررات ولا لا. ده هو الناس راحت حتى صوتها، القواعد الشعبيه الممثله لحزب النور او الدعوه السلفيه راحت حتى صوتها بشكل مباشر ايا كان نتيجه الصندوق. 3